كنتواجدوا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه الانذاريه امام مقر المندوبيه ديال وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بالرباط للتنديد بالخروقات الجمه اللي كيعيشها المستشفى مستشفى النهار البويبه. هذا المستشفى التاريخي الذي يقع في قلب العاصمه الرباط، كنقولوا بان هذه الخروقات يعني اللي كتكرر كل مره ما بقاش عندها فين تزيد. حنا كنتواجدوا اليوم في شهر غشت والناس كلهم اجازه ومستعدين حنا باش نرفعوا التحدي وندوزوا مباشره للاعتصام، لان كان تضييق ممنهج على العمل النقابي على الاخوان والاخوات ديالنا في المكتب المحلي ديال مستشفى نهار البويبه. هذا المستشفى التابع للمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف اللي يعني تم التدشين ديالو في السنتين الاخيرتين، اللي كيعرف بدوره مجموعه من الخروقات في التسيير وفي التدبير، وكنحملوا المسؤوليه الكامله للمديره الجهويه للصحه بالدرجه الاولى لان هي المشرفه على القطاع هنا جهويا. وللاسف هذه الخروقات وهذا التضييق وهذا الشيء كيوقع في قلب العاصمه الرباط، فما ادراك بالاقاليم وبالجهات البعيده عن المركز وعن وزاره الصحه. المطالب ديالنا هي ارسال المفتشيه العامه لوزاره الصحه لاجراء تقرير شامل عن الخروقات التي تقع بمستشفى النهار، وايضا التدخل العاجل من طرف السيد وزير الصحه ومن طرف جميع المسؤولين. كتمارس عندنا بزاف ديال الضغوطات لدرجه ان المدير ديال المستشفى كيهددنا باننا يطردنا بالقوات الامنيه يعني بالبوليس، يخرجنا بالبوليس. حنا لاكثر من 30 سنه وحنا خدامين في هذا المستشفى هذا، الحمد لله حتى السمعه عندنا طيبه مع المرضى، وهذا الشيء كامل علاش؟ لاننا كندافعوا على المريض وكندافعوا على المعدات الطبيه انها تكون جديده في المستشفى، الخدمات تكون جيده للمريض. الا هاد الناس هادو كيديروا لنا العصا في الرويضه، وسبب هذا الشيء هذا كامل اللي هو مثلا باش يطردوا الناس ديال الانعاش الوطني، انني ككاتبه وطنيه اعمل بمكتب المواعيد اللي رفضت ان الموعد يوصل حتى لشهر 10 وشهر، يعني كنا في شهر 9 ورفضت انني نعطي المواعيد لانهم كانوا واصلين حتى شهر 9 و10. وهذا هو اللي قال لك لا انت انعاش وطني ما تفضحيش ما تدخليش في هذه الامور، لدرجه انهم ولاو تيديروا لنا الدسائس والمكائد غير باش يخرجونا من ذاك السبيطار. جابوا مؤخرا جابوا ماجوره يلا تعينت البارح، تعينت ب 24 ساعه تتخذ القرارات في ناس ما عارفاهمش. احنا شخصيا واحد ثلاثه في محل مصلحه الراديو جات دخلات وتتقول لنا شكون نتوما، قلنا لها انت اللي شكون، لاننا احنا هنا اكثر من 32 سنه، انت اللي شكون؟ يعني ما كاينينش قواعد في الاداره ان هاد الناس ملي كتعين نعرفوهم ويعرفونا بهم باش تكون واحد التواصل ويكون واحد التنسيق في هذا السبيطار. يعني السبيطار اللي قال لك هما تيحكموه، يعني من غيرهم هما ما كاين حتى شي حد. مؤخرا حنا تسمعوا الوزير انه مشى للدريوش عاد ما يدير تاس الحسكانير اللي كان خاسر اكثر من ربع سنوات، ما عمره خدم، من اللي ركب ما عمره خدم. يعني الاجهزه كلها الاطباء، واحد الاطباء ديال الراديو يعني كان السويسي موقف المواعيد، مولاي يوسف ما كيدوزوش الناس ديال الكوغرافي، النهضه كل شيء كيصيفط للاطباء ديال البويبه، وتقهروا هاد الاطباء لدرجه انهم مساكن ها اللي ديميسيونا وشا بحالو، ها اللي طالب استقاله، يعني ما عرفناش هاد العشوائيه في التسيير. كنندوا بها بالوضع الكارثي لمستشفى النهار باب البويبه الذي كيعاني من سوء التدبير وسوء التسيير ومن اختلالات عديده وتضييقات على اعضاء المكتب المحلي، كذلك اعوان الانعاش الوطني. وحنا كنندوا بهذا الوضع هذا وهذه الخروقات وسوء التدبير، وهذا المستشفى كذلك هو تابع للمستشفى الجهوي مولاي يوسف اللي كيعاني من نفس الاختلالات ومن سوء التسيير وسوء التدبير، والمسؤولين كيبقاو ساكتين ما كيعطيونا حتى شي جواب، ما كيتفاعلوش معنا، في ظل ان حنا كنوصلوا لهم جميع الخروقات وجميع التجاوزات. وحنا كنطالبوا باحداث لجنه لتقصي الحقائق. حقوقنا ولا بد، حقوقنا ولا بد.